ابن زريق البغدادي، الشاعر الذي قتلته الغربة. عاش فقيراً في بغداد بالكرخ، فارتحل إلى الأندلس للتكسب من شعره، ولكن لم يحقق مناه في رحلته، فمات في غربته وعند رأسه رقعة فيها قصيدته اليتيمة، مخاطباً زوجته: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حداً أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلاً من عذله، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه. أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، في ذمة الله من أصبحت منزله وجد غيث على مغناك يمرعه، لأصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه.